وفاة الفنان المصري أحمد بدير في المستشفى حقيقة أم إشاعة؟ انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار حول وفاة الفنان المصري الكبير أحمد بدير نتيجة أزمة صحية، وتصدر الممثل المصري القدير أحمد بدير الترند عبر تويتر بعد انتشار خبر وفاته التي نشرتها صفحة تابعة للممثل المصري محمد لطفي. بدأت القصة حين نشر لطفي صورة للنجم أحمد بدير وكتب: البقاء والدوام لله، الفنان أحمد بدير في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي. لكن الفنان أحمد بدير نفى شائعة وفاته مؤكدا إنه بخير وعلى قيد الحياة ومتواجد في منزله. ووجه بدير رسالة إلى محمد لطفي عبر صحيفة المصري اليوم قائلا: أنا يا محمد ما بلعبش أدوارك عشان تقول أنا مت، دعيب. كذلك نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون الخبر، موضحا إنها مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة على السوشيال ميديا والتي تستخدم أسماء مواقع أو إذاعات من أجل لفت الأنظار إليها فقط ليس أكثر وإثارة القلائق. وأضاف نقيب المهن التمثيلية في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الفنان الكبير أحمد بدير متواجدا حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة. ونفى النجم القدير أحمد بدير شائعة وفاته التي ترددت في الساعات الأخيرة على كثير من صفحات السوشيال ميديا، وقال أحمد بدير في تصريح له: أنا الحمد لله بخير وصحتي زي الفل وربنا يحفظ مصر. وأكد استقرار حالته الصحية وإنه يستكمل تصوير مسلسله الجديد يا أنا يا جده الذي يجسد فيه دور إسماعيل باشا الأمير الجد شديد الثراء والبخل. وعلق الفنان أحمد بدير على شائعة وفاته قائلا: ما بزعلش ولا تشائم بفكرة الموت، ولكن زعلي على المحبين وأهلي وأسرتي وأحفادي وبناتي، لأن الخضة بالنسبة لهم جامدة جدا خاصة لو هم مش جنبي. وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة الآن تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث إنه فوجئ بانتشار شائعة وفاته، حيث لم يتوقف هاتفه منذ الأمس عن استقبال المكالمات للتأكد من صحة ما تردد حول خبر الوفاة، مضيفا: الحمد لله اللي نزل الإشاعة دي كذبة إبريل ونسي إن شهر رمضان الخير والحب والتسامح. وأكمل: أنا ملتزم جدا ومن غير كورونا أنا بيتوتي جدا وأتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتا إلى أنه بدلا من نشر الشائعات يجب التركيز على دور وبطولات الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا. وأضاف: الإشاعات الفارغة مش هتفيد حد، ولو أعرف هدفه إيه اللي بينشرها إيه غير أنه بينكد علينا وربنا يسامحه، لافتا إلى أنه يشاهد مسلسلات فالنتينو والاختيار ولعبة النسيان. كما عاتب أحمد بدير الفنان محمد لطفي بسبب نشر شائعة وفاته على صفحته على الفيسبوك، فقال له: أنا يا محمد ما بلعبش أدوارك عشان تقول أنا مت، دعيب. بحسب تصريحه للمصري اليوم، ولكن سرعان ما تم حذف خبر وفاة أحمد بدير من صفحة محمد لطفي، ثم لم يمر الكثير وتم إغلاق الصفحة تماما.